السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي بالسؤال. لو سمحت، انا زوجي توفى وعندي ولد وبنتين. الولد احنا دلوقتي ما كبروا وبنوزع الورث، فالولد بيقول انا يعني مش عارف مش هياخد بعض البنتين، لانه بيقول ان انا ربنا لما قسم الاسمه دي كان عشان ان هو عشان هو الاخ، فواجب عليه ان هو يجوزهم ويعلمهم وكده، وهو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي ولا هيعمل بقى، ما بقدرش. فهو بيقول ان احنا نوزع الورث بالتساوي. فهل مش عارفه اعمل ايه؟ تمام. طيب شيخنا، الزوج خليك يا اخت محمد معانا. الزوج الاخت محمد توفى وترك ولد وبنتين، الولد بيقول ان هو عايز يوزع التركه بالتساوي، مش عايز ياخد ضعف البنت، فهل يجوز هذا الامر ام لا؟ طيب السؤال بس الاول، يعني في اي ورثه ثانيين غير الولد واخواته البنات؟ اخت محمد، انا الام نفسها معروف نصيب بتاخد التم، ماشي. في اي ورثه ثانيين؟ جده وجدته عايشين؟ لا مفيش. خلاص، اذا التركه محاصره فيكي وفي اولادك، ابنك والبنتين، مظبوط؟ طيب تمام، اجاوبك. حاضر، تفضل شيخنا. تمام. التركه والميراث الاصل انه حقوق، حق، والحق لك ان تاخذه ولك ان تتنازل عنه ولك ان تتنازل عن بعضه. لكن يعني انا مثلا، احنا الاخ والاختين، حابب ان هم يتقسم بينهم وبين بعض، كل واحد ياخد تلك بعد ما الام خدت التمن بتاعها، خلاص هو حابب بصفاء نفس عن 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 تراض منه وسخاء نفس منه، شريطه ده بالتراضي، والا يكون على اني اصلا انا شايف والله الاسمة بتاعت الايات دي، لان انا طبعا عارف ده مش نية الابن ده، لكن عشان ما تجيش في نية غيره، ما يبقاش من باب تعديل الانصبة التي وضعها الله عز وجل. اصل لا، الست النهارده بتشتغل وبتتعب وتشقى، فاحنا لا تتساوى بالراجل في المواريث، فانا بقى هبدا واعمل الحكايه دي، لا، هنا يحرم فرعا. ليه؟ لانك تتهم الله وتتهم الاسلام بالنقص او بعدم العدل، انما حقك انت خدته وحابب انك تتنازع عن جزء منه، بل انك لا مش عايز حاجه يا جماعه، الورث ده كله بين البنتين. انا موافق، لا مانع شرعا، ده حقوق ما دام حقك وتنازلت عنه عن تراض منك، هذا حق مكفول لك. شريطه ان زي ما قلت ما يكونش من باب السخط او عدم الرضا بما قسمه الله عز وجل في انصبته، في انصبه المواريث. يعني طب شيخ عصام، دي نقطة برضو ممكن تخلينا نتكلم عن موضوع فلسفة الإسلام في إن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ما الحكمة من هذا الأمر؟ هو طبعا الناس متصورة إن للذكر مثل حظ الأنثيين دي على طول الخط، وده طبعا مش صحيح، هي حالات محددة. هو الشيخ أبو زهرة رحمه الله وعدد من الفقهاء بينوا إن الإسلام له فلسفة في الميراث، إن دايما دايما اللي بيبدي الجيل اللي جاي عن الجيل اللي رايح، كل الجيل اللي جاي ده الابناء الاحفاد، لا دايما الانصبه بتاعتهم اعلى، اعلى من مين؟ اعلى من الاب والجد. وصلك؟ يعني تلاقي مثلا النهارده الزوجه الام اهي اكتر من الام، واخده التم وبنتها هتاخد كام؟ لو هنقسمها قسمه العيال هتاخد الربع، لان الولد هياخد النص والبنتين النص الثاني، يعني ربع وربع. طب البنت تبقى يعني اعلى من امها؟ مش قصه اعلى من امها، هنا الناس ظن ان هي قاعده مضطرده، لا مش صحيح. مش صحيح. بل خلاص خلينا نعكسها النهارده. هنقول يا سيدي زوجه اللي ميته، اللي ميته في الحاله دي زوجه، وتركت مثلا ابوين وتركت بنتين مثلا، والزوج الزوج ياخد الربع، البنتين هياخدوا ايه؟ التلتين. طب لو بنت واحده تاخد النص، يعني ايه؟ ضعف ابوها الراجل اهو. اي نعم. مساله واحده، يعني هي مساله اهي في حاله واحده اهي. ليه؟ لان الاب
جيل كبير رايح، مش معناه الاسلام يعني ما بي... لا، بس دايما بيدي فرصه اكتر للاجيال اللي جايه، هي احوج ما تكون الى المال والثروه واللي الاعمار فده كتبه الشيخ ابو زهره والعلماء ووضحوا في هذه المساله. اثنين، ميزوا في مساله لما تتساوى الحالات مع بعضها يبص في التكاليف المطلوبه من الواحد ماليا. اي نعم. بنت النهارده هتورث زي مثلا الاخ ده واخوات البنات هم ياخدوا النص والنص. طيب مطلوب ايه؟ لما يجي عريس يتجوز البنت الاولانيه وعريس للثانيه مين اللي يقف يتفق ويربط؟ ولو ما هو معاهم هم ما معهوش يجهز ويدفع وهيجي يتجوز البنتين راجلين، الراجلين دول لما يجوا بيدفعوا مهر ويدفعوا تكاليف ومطلوب. سيبك من اتفاقات الناس دلوقتي ان هي اوضه والتانية اوضه والقايمه، ده شغل، ده مش الاصل. الاصل في الاسلام ان الراجل بيشيل معظم الحق، المهر وغيره والشيله، احنا اللي بنعقد نفسنا وبنصعبها. ثم نيجي نقول لك ايه؟ اصل الشرع ما المفروض يعمل، ما هو انتوا اللي خلفتوه يا جماعه. فنظام النفقات في الاسلام قايم على الراجل اللي ينفق. الست لو عندها مرضى البنتين دول مثلا هياخدوا دلوقتي ايه؟ شرعا واحده كنا هتقول الربع، مظبوط؟ ربع اللي باقي بعد الام يعني. طيب البنتين حقهم محفوظ كاملا، لا مطلوب انها تحط البيت ولا تعمل خالص، واخوهم الولد ده لما يروح يتجوز بنت ثانيه يروح يدفع مهر ويأسس بيت ويعمل وينفق على اخواته لو احتاجوا. مطلوب منه ينفق على الام اذا احتاجها. فهنا النظام المالي في الاسلام قائم على الحكايه دي، هو نظام سيستم كبير على بعض، نظام كبير. احنا مشكلتنا بنبص لنقطه المواريث في مساله صغيره منه، بعيد عن انك تبص على الصورة كاملة مع بعضه. اي نعم. طب نغلط في الحكايه دي، فنيجي نقول ايه مثلا؟ دلوقتي لو اب ميت وسايب بنات، عمهم هيورث معاهم. طب ده العم ده ما بيودش، ده العم ده ما بيعملش. طيب ما هو شرعا مطلوب منه لما البنات تحتاج ينفق. الدكتور محمد موسى رحمه الله استاذ الشيخ القرضاوي والشيخ الغزالي، كان مدرس يعني دكتور فلسفه ثم دكتور شريعه، واخد دكتوراه من السربون، وبيدرس في السربون كان ساكن في شارع الشانزليزيه. فكان اللي بتنظف السكن عنده بنت فرنسيه بتقول له تعرف ان الفندق اللي على راس الشارع ده بتاع عمي؟ فبص لها واستعجب، قال لها عمي عنده فندق ضخم كده وانت شغاله تخدمي في البيوت؟ طب وايه العلاقه؟ طبعا بحكم الثقافه الاوروبيه، ايه العلاقه وماله؟ قال لها لا طبعا في الاسلام عندنا عمك ده تقعدي في بيتك معززه بالكرامه، عمك ينفق عليك، اخد يا عم هتقول لي الاسلام بتاخده يشتغل على عمي. فهنا الناس بتاخد المساله بعيدا عن الرؤيه الكامله على بعضها في الاسلام، ان واخدين جزء وسايبين الجزء الثاني. وقت ما تحصل مشكله تعالى يا عم حلوها لنا بقى في الاسلام. يا جماعه هو الاسلام اللي عمل مشكله العم الجاحد؟ لا، لان في الاسلام كان في حاجه اسمها احكام شرعيه ومحاكم شرعيه بتلزم العم وتلزم الاقارب بالانفاق على البنات. انما انت رحت واخد حته وسبت حته، رحت مغير كل قوانين الاحوال الشخصيه الشريعه معظمها، وكل رئيس يجي بمراته تطلع تطق في دماغها فكره قانون فلانه، قانون جيهان، قانون زوزان، قانون مش عارف مين، كله على المرأة.